يسعد مساكم يا حلوين، مثل ما وعدتكم تنزيل سكنات تانية وبتكون مجانا. تعالوا بناخد تيشيرت وقبعة مجانا من هايدرماب. لكن قبل أن ننتقل للشرح بدي اياكم تشتركوا بقناة التانية. ليش جايز لهلا مش وصلت 2000 متابع قناة التانية؟ رابط قناتي بيكون بأول كومنت مثبت. بدي الكل شخص بيحب نوبك جيمنج بيتابع قناة التانية، لأن هيدي قناتي خلاص حتنغلق من قبل اليوتيوب. يلا جايز بعرفكم قبل. اوكي يا حلوين، هذا هو الماب ورابط الماب بتلاقوه في صندوق الوصف. اول ما يفتح معكم الماب بتظهركم هذه الواجهة، بتكبسوا على وجهك. بعدها جايز بنكبس هون على هذه الاشارة. هون جايز مطلوب منكم بتفوتوا باول بوابة هذه، بتنتظر الوقت لينتهي معكم. بعدها جايز بينقلكم الى مكان ثاني. مثل ما بتشوفوا هلا بينقلني لانه انتهى الوقت معي. تنتظروا جايز كمان هذا الوقت، مثل ما بتشوفوا 39 37. لازم حبايبي بيوصل حد صفر، بعدها بفوتكم في بناية. اوكي هلا جايز ننتظر الوقت ليكمل. اوكي يا حلوين، بلش بينتهي معنا الوقت وفوتنا في هذه البناية. هون جايز بطلب منكم انكم بتفتحوا البوابة ولازم بتكتبوا الرمز السري. طيب كيف نجيب الرمز السري؟ اذا في شخص معك وبيكتشف الرمز السري وبيفتحه، خلاص انك بتنجز هذه المهمة. واذا انت وحدك يا صديقي لقيت نفسك هون، الرمز السري موجود في الساعة. طبعا قاعد اخذ مني الرمز السري وقت كتير، بعدها اكتشفت انه الرمز في الساعات. لازم تنتبهوا للساعة. اول شي بتشوفوا هذا رقم 6، الساعة اللي فوق 6 4. اوكي 9 9. اوكي 6 4 9 9. بعدها بتفتح معكم البوابة 6 4 9 9. وبهيك جايز انكم تنجزون اول مهمة اللي هي بتفتح البوابة هذه. بعدها جايز بتفوتوا في هذه البوابة، بتنقلكم كمان الى بناية تانية. وكمان يا اصدقاء بتنتظروا هذا الوقت اللي ظاهر فوق، مثل ما بتشوفوا هذا الوقت. ننتظر الوقت ليكمل ونرجع معكم. اوكي جايز كمل معنا الوقت. وهون يا حبايب المهمة المطلوبة انكم لازم بتجمعوا هذه الحيوانات اوكي، وبضيفوها في هذا المعرض اللي تحت الصور. طبعا مثل ما بتشوفوا كتير في الاماكن توجد حيوانات، وكل حيوان في صورة. بتكبسوا فقط على الحيوان، بعدها بتوصلوا جنب هذا المعرض وتكبسوا على المعرض، خلاص يلتصق معكم في هذا المعرض. مثل ما بتشوفوا هلا انا لصقت اول واحد. وهذه الحيوانات توجد في هذه البناية فقط، يعني مش تروح تبحث في غير مكان. اوكي كلهم تلاقيهم في هذه القاعة. اوكي فقط تكبس على الحيوان، اذا شفت الحيوان بتكبس عليه. بعدها جايز بتوصل جنب المعرض وبتشوف الصورة المناسبة لتبع الحيوان اللي حملته. مثل ما بتشوفوا هلا هذا غزال، بكبس على المعرض وخلص يلتصق بالمعرض. وبهيك يا اصدقاء انكم بتنجزوا المهمة. بتلاقوا الحيوانات في الكراتين او تحت الكنباية او جنب الكنباية. لازم بتبحثوا في هذه القاعة عن هذه الحيوانات. مرات حبايبي مش تشوفوهم اوكي، بتلاقوهم في زوايا القاعة. اوكي وكل حيوان بتلصقوه في مكان المناسب. مثل ما بتشوفوا جايز حسرع معكم فيديو مشان مش يكون ملل او يكون الفيديو مطول. ونشوف المهمة اللي بعد. اوكي جايز بنلصقه في المعرض. هلا جايز بنخرج من هذه القاعة، نحنا انجزنا كل المهمة وجمعنا كل الحيوانات في المعرض. هلا جايز بنتوجه مباشرة هذا المكان، وكمان يا حبايبي بننتظر الوقت ليكمل معنا. وبلش ينتهي معنا الوقت، نشوف المهمة الثالثة والأخيرة مشان يعطونا التيشيرت ويعطونا قبعة مجانا. هذه المهمة جايز كثير سهلة. أول شيء لازم بتفتحوا هذه البوابة. كيف بتفتحوا هذه البوابة؟ بتطفوا الضوء هاد اوكي، بعدها بتبحثوا عن المصباح اوكي، والمصباح يوجد في هذا الدرج. اوكي جايز في احد هذا الدرج، مثل ما بتشوفوا هذا الدرج مقفول معناها فيه المصباح.
فلازم نبحث عن المفتاح ولازم نفتح كل الدروج مشان بنشوف المفتاح تبع هذا الدرج موجود او لا. مكان المفتاح بيكون متنقل مش موجود في مكان واحد ثابت. اوكي، مرات بتلقاه في الدروج ومرات بتلقاه على الارض ومرات بتلقاه تحت الطاولات او على الكراسي. هنا بحثت في كل الدروج، اخر شي لقيته تحت الطاولة. اوكي، مثل ما بتشوفوا هذا هو تحت الطاولة. بتوقفوا جنب المفتاح، بعدها بتكبسوا عليه، بتحملوه، بعدها بتجوا لهذا الدرج. اوكي، بتكبسوا كبسة مطولة على هذا الكيف وبيفتح معكم. هذا هو جايز المصباح مثل ما بتشوفوا. هلا هذا هو المصباح، بتكبسوا عليه، بعدها جايز ضو معكم. طبعا هذا المصباح لازم بتطفوا الضوء، جايز لازم بتطفوا الضوء. هذا المصباح يكشف لكم الرمز اللي هو تبع الباب، والرمز يوجد على الجدار او على السبورة او تحت الارض كمان جايز، انه يعني مش تحت الارض، يعني في ارضية الارض. اوكي، في سطح الارض بتلاقوه. يعني كمان يا حلوين انه الرمز تبع الباب يكون متنقل. هلا يا حلوين انا اكتشفته على الجدار. اوكي، مثل ما بتشوفوا هذا هو المصباح بشكل اللي هو 1109. اوكي، هذا هو الرمز. هلا يا اصدقاء بنكبس على هذا الرمز 1109، وبعدها بنكبس هون، وبهيك يا اصدقاء فتحت معنا البوابة ونحن انجزنا 3 مهمات وخلاص. اعطونا التيشيرت واعطونا القبعة، لكن بقالنا خطوة اخيرة مشان يعطونا هذه الاشياء المجانية. اوكي جايز، بتخرج من هذا المكان كله وبترجع اول ما كنت في الماب. كيف ما كنت في الماب اول ما فتح معك، بترجع لهذا المكان جايز. بعدها بتروح لهذا المكان اللي انا بروح عليه، هذا المكان، وبتكبس تلكف كبسة مطولة، وبهيك يا صديقي انك حصلت على التيشيرت وكمان حصلت على القبعة مجانا. وبس يا حبيبين، هلا بتقدر تخرج من الماب وبتلاقيهم اصبحوا معك في الماب. هذا هو التيشيرت المجاني اللي حصلنا عليه عن جدوى، والرسومات اللي فيه كتير حلوة، بتمنى مش تضيعوه لان هو مجانا وكتير كيوت. كمان يا حبيبين هذه القبعة اللي حصلنا عليها مجانا. ولينا وصلنا نهاية الفيديو كانت معكم نوبة، دمتم في امان الله ومع السلامة.